بخير. شكرا لكم، شكرا للناس اللي انضموا القناة جداد، شكرا لكم، بارك الله فيكم. نتمنى يا ربي نكونوا دائما عند حسن المستوى المطلوب وما يحشمناش، ومزيد من العطاء للقنوات كلهم اللي كيدعموني، شكرا لهم. غندير واحد الشهيوة تشهيناها، وتم الدار توحشة قالك ديريها لنا في هذا البرد، وقلت غادي نشاركها معكم. وخديجه راني مشاركها معكم في القناه، ربما كاينين الناس اللي ما اكتشفوش القناه ديالي وما مازال ما عرف ما تيمشيوش الفيديوهات القدام، كيبغيو ديما يشوفوا شي فيديو جديد ما كيشوفوكش القدام. قلت اليوم غنشارك كذلك معكم رفيسه، او كل واحد كيقول لها البرماش، حنا كنقولوا لا اما رفيسه اما برماش، اكثريه كنقولوا برماش. كاين اللي كيضرب الحرشه، كاين اللي كيضرب التريد المسمن، باش ما بغيتي نتي على حسب نتي هذاك الشيء اللي باغيه. وقلت غنديرها ونشارك معكم باش ما نبقاش نغيب بزاف على اليوتيوب. كتعرفوا الواحد فاش كيغيب شويه صافي، الناس ما كيبقاوش يدخلوا عنده، ما كيبقاوش يشوفوا الجديد ديالو، كيبغيو ديما الجديد ديما الجديد. هذاك الشيء علاش قلنا نشارككم اليوم. غادي ندير رفيسه، غنديرها عاديه، ما فيها لا كاشير ولا زواق ولا حتى حاجه، غير سامبل سامبل بحال اللي مولفين كناكلو، تقليديه عاديه كتجي بنينه، احسن من هذيك قوه الزواقات وهذاك الشيء، ما كتجيش بنينه، كنبقاو العين كتبقى تشوف الزواق وهذاك الشيء صافي كنشبعوا. اللهم نديروها عاديه بسيطه باش تجي بنينه ونشبعوا منها بها مع واحد البراد اتاي ديال الشيبا حتى هو. انا غندير غير الدجاج العادي، ما عنديش في الحقيقه الدجاج هذاك البلدي، هنا ما تيكونش قليل، كيكون اكثر غير داك الكروازي، وانا ما وصلتش مول الدار يجيبوا ليا. قلت ماشي مشكل نقضيو باش ما كان، ماشي ضروري انه يكون الدجاج البلدي ولا الدجاج الكروازي، راكم تتعرفوا هنايا في اوروبا واخا هكاك ماشي بحال البنه ديال المغرب، ماشي بحال الدجاج ديالنا ديال الباديه المغرب، تيكون بنين، كتشريه من السوق من عند الفلاحه ومن عند هذوك اللي كيبيعوا هذاك الشيء ديالهم ديال سميتو الدجاج، وتيبيعوا القنيه، كيبيعوا بزاف د الحاجات كتلقايهم كتشريهم كتوجدي بهم بحال هاد الشهيوات. غادي نبداو على بركه الله. هنايا انا هنا عندي سميتو ديجا غسلت سميتو العدس، درت العدس ما بغيتش نقوي باش ما يجيش كحل سميتو الرفيسه، كاين اللي كيسلقوا كيحيدوا الكحوله، انا من الاحسن نديرو هكاك باش تبقى البنه ديالو. والحلبه كذلك درت واحد المعلقه كبيره عامره غسلتها حتى هي. وعندي السمن هنا، عندي الملح، عندي الثومه، انا خليتها هكا هي الثومه باش ترخي البنه ديالها، فاش كتخليها مع القشور ديالها ما كترخيش هذيك البنه ديالها هذيك الريحه ديالها. هنا عندي ربطه ديال الربيع، القوصبر والبقدونس، هنا عندي البصله مفرومه، واحد ثمن واحد الخمسة البصلات هنايا، الا كانوا عندكم كبار ديروا غير ثلاثة، انا درت واحد الخمسة موين. هنا عندي الفلفلة حارة، هنا عندي واحد جوج فخيضات ديال الدجاج هما عاديين روميين، هنا عندي الابزار، الخرقوم، الخرقوم والزعفران ملون، وسكينجبير او الزنجبيل، هنا عندي راس الحانوت في هذه القرعة ديال الدجاج، وهنا عندي الضامه ديال الزعفران كذلك غندير منها شويه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. صافي، انا ديجا عجنت المسمن، عجنت العجينه في العجانه وخليتها كترخف، راه كلشي تبارك الله كيعرف يعجن. شحال من مره مشاركه معكم الطريقه في القناه ديالي ديال المسمن، ترجعوا تشوفوها الا بغيتوا. ان شاء الله عاوتاني نولي نشاركها معكم. دابا غير حيت تعطلت وقلت نختصر شويه، ندير الدجاج، انا غنلوح كلشي بخطره، راك تعرفوا هاد البصله سميتو الدجاج اصلا دغيا كيطيب،
الدجاج دغيا كيطيب، ما كياخدش وقت طويل. من الاحسن نضيف كل شيء باش كيجي بنين. البصله ديالنا، الفلفله حاره من بعد وغادي نديرها، غادي نضيف الثوم على حسب. انا نقيت الراس ديال الثوم كامل كله نقيته. غادي ندير الربيع، القبطه ديال الربيع، غادي ندير الحلبه كلها. ما غاديش نطيب انا الحلبه بوحدها والعدس بوحده، ما كتبقى لا بنه لا والو، هي الواحد هي كل حاجه صحيه بنينه. صافي انا تمول البركه غادي ناكلو هادشي مجموع، واخا تيقول لك هو بلا ما تقوي الحلبه وهذه وهذه، ولكن من الافضل الواحد ياكل شي حاجه صحيه في هذا البرد وتبقى بالمنافع ديالها بلا ما نسلقوها ولا ما غندير العدس. غادي ندير كذلك حتى السمن، واحد المعلقه كبيره صغيره عامره مزيان. ندير شويه الملح، قليل من الملح، من بعد نشوف على حسب الملوحي المرقه على حسب لاصوص واش مالحه، ونزيد. غندير شويه زعفران الضامه، ملعقه صغيره ديال الابزار، ما عامراش، ما نقويش الابزار بزاف هكايا. انا كنعبر دائما بهادو ديال القهوه اللي تنحرك بهم القهوه. دير معلقه ديال الزنجبيل او سكينجبير تكون عامره مزيان، معلقه صغيره تكون عامره مزيان. نزيد شويه حيت رفيسه كتبغي هي سكينجبير. غادي ندير معلقه حتى هي ديال الخرقوم هذا، غندير واحد الراس ديال المعلقه ديال الملون، الراس شويه 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 بحال هكايا شويه. غادي ندير كذلك راس الحانوت، انا هو عندي تيبقى مزيان. غندير واحد المعلقه صغيره ها هو باش هو يرخي البنه، وكتبقى الريحه تعطي من الدروج الدروج تعطي الريحه. كذلك غادي نخليه غير يتقلى واحد شويه، غنضيف ليه واحد شويه الماء وغنخليه يتقلى واحد شويه، وغادي نضيف الزيت بلديه وزيت الروميه، زيت زيتون وزيت نباتيه. كيبغي رفيزه كتبغي الزيت بجوج، كتبغيهم مخلطين باش كتجي بنينه. صافي انا غادي ندير شويه قليل من الماء، من الماء باش يتشحر ليا هادشي التوابل شي شويه، وهذاك الدجاج دخل فيه التوابل. الا ضفنا الزيت في الاول ما كتدخلش فيه التوابل ديال العطريه، حتى يتشرب شويه التوابل عاد غادي نضيف الزيت ديال الزيت هنايا. كذلك كاين اللي كيدير فيه سميتو حب رشاد، شكون اللي حب رشاد هو صحي وزوين. انا غندير واحد المعلقه صغيره بحال هكايا، حتى هي كترخي البنه وزوين، حتى هي كترخي البنه وزوينه، وزعما شويه نص يديا كيبقى ولاو بالزعفران تنغسلهم معليش. غادي ندير معلقه صغيره ديال حب رشاد، كاين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش، وهو زوين وصحي وفيه المنافع كثيره، حتى هو بالنسبه للمراه اللي نفيسه او المراه اللي باغيه تولد او بزاف الحاجات زوين. هذا هو حب رشاد، كيكون بحال هذا الشكل هذا. غادي نضيف معلقه بركه حتى هو كيزكى. صافي انا كلشي كنخليه في القراعه، العجينه انا عجنات طرخات. صافي غادي باش نقسمها ندير هذا سميتو كويرات صغيرين، وما غاديش ندير هذا الشيء كامل كله رفيسه، غادي نفرقها وغادي نخلي منها شي وحدات نديرهم مسمنات باش الواحد يفطر بهم في الصباح مثلا ولا شي حاجه هكايا. بعد ما درتهم كويرات العجين ديالي، درتهم كويرات، غنخلي غطيتهم بابي سولوفان، غنخليهم يرتاحوا مزيان بما غسلت الميعنات وداك الشيء، وعاد نبدا نقرصهم باش نخبزهم. فاش كيطرخاو دغيا كيجيو ساهلين في الطليق، فاش كتلقى الحار عاد جابوا لي مول الدار من السوق. هذا حرش بزاف، ماشي بحال هذيك الفلفله اللي تتكون عندنا في المغرب حاره. دابا هذه مازال ما درتلوش الزويته، دابا درتلو شويه الماء، درتلو شويه الماء وخليته يتقلى تقلى تقلى، حتى دخل معاه كاع هذاك سميتو التوابل ديالو شفتو.
الزيت دابا. غادي ندير شويه الزيت البلديه، زيت الزيتون، هو تيبغي زيت الزيتون، ما نقويوش الزيت النباتيه، ما نقويش كذلك. دابا عاد غادي نمرق، غادي نمرق بالماء دافي. ما غاديش نحتاج المرقه بزاف باش ما حيت انا غندير غير شويه كما قلت لكم باش ما يشهدش، ناكلوه بهذيك الساعه صافي بلا ما نسدو عليه، غنخليوه يطيب. حيت هادي جا بديت تنخبز، اللي طابت كنحيدها، شفتوا تيجي رقيق، اللي طابت كنحيدها هكايا. تندير وحده فوق وحده فوق وحده، غادي جا درت وحده فوق وحده. غادي بديت انا باش نختصر الوقت، تنقرصهم رقاقين، كندير وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده، واخا يتقطع معليش راه كلشي غادي يولي يتفرتت. صافي هنايا بحال هكا تنقلبهم، وعاد تنحط هذه اللي قرصت. او على هذه الطريقه حتى نكملوا كاع الكريسات اللي عندنا. ها شفتوا هنا بحال دابا، هذه طابت، غادي نحيدها. هنا اللي طابت كنحيدها، شفتوا تيجي رقيق سخون. صافي اصلا هادي حتى هي طايبه، حيت رقيق دغيا كيطلع معاه الصوت غير تيبس. وجا ولا شي حاجه حقاش كلشي غادي يتفرتت كلشي. ونبقى اللي طابت نحيدها، اللي طابت نحيدها بحال هذا الشيء. هانتوما شفتوا تيجي وحده تحت وحده وحده تحت وحده، كتختصري الوقت سخون شفتوا هكا. تنساني الوحدات ديالي، هادو الكويرات كاملين، والشي الاخر غادي نديرو مسمن باش ما نحاول هادو نغطيهم باش ما يكرموش، نغطيهم بشي زيت نقي. صافي فوق ما نقلبو نقرصو وحده، ونبقى على هاد الطريقه حتى نكمل كلشي ان شاء الله. منها تنضربو عصفورين بحجر. ايوا هنا درت شويه السميده رقيقه وشويه الخميره ديال الحلويات، وهنا الزبده والزيت. صافي في نفس الوقت هذاك تيطيب، وفي نفس الوقت هذا تنقرصو صافي بحال هكايا. ونديرو شويه قليل من السميد، ما نقوموش بزاف باش ما تجيش تجي مسمنه عامره بالسميده بزاف. شفتوا اللي طابت كنحيدها معايا في نفس الوقت هكا. صافي نقرصو، تنطويها على جوج وكنقرص عاوتاني، كندير شويه قليل من السميد، ما نقولوش كيما قلت لكم باش ما تيجي عامر بالسميده كيبقى يتحتت لك فوق الطبله، كيبقى يتحتت فوق الطبله وانت كتاكلي. صافي وكدور دورو هاك، ونرخفو يدينا، نحاولو نبقاو نرخفو يدينا مزيان منزيروش. وهداك الجنيب لي كيشيط هنا كندخلوه في الجوانب هادو. صافي ندير لهم هاك
باش تجي محلوله شويه. صافي بحال هكا هادي هادوك تيبغيهم رعيان. نحاولو نطويوهم حتى هما. صافي كنولي نطويها هكا ونطويها هكا ونخليها ترتاح بحال عادية هادي، وندير وحدة أخرى عاوتاني بحال لي غادي نغلف، بحال لي غندير وحدة في قلب وحدة باش كيجي شوية غليظ ما كيجيش رقيق. في نفس الوقت راني خدامة هنا. ايوا وصافي هادشي لي كاين. واخا تكون تقبات معليش حيت غادي نطويوها هكا وغادي نرجعوها هكا، غادي هذاك الديفو غادي ما يبقاش. صافي هكا هكا صافي. فاش كتوجديهم كيرتاحوا، فاش كتقرصيهم دغيا يجيو ساهلين ماهلين. صافي ولا هي اللي غادي نخبزها. صافي تسني عليها غير تشمع شويه قلبيها، فاش كتقلبيها كتجي مرخوفه من الداخل، فاش كتخليها تطيب على خاطرها من التحت عاد تقلبيها على الجهه الاخرى ما كتجيش زوينه، كتجي لاصقه في بعضياتها. صافي انا طفيت عليها تنبغي نحط وغادي نسخنها. قلبتها قبيله كنقلب كل مره باش كيجي زوين، كل مره نحاول نقلب السمنات ديالي بحال هكايا. بحال دابا هادو غنفطروا بهم في الصباح، ما ولا كنتي غتخبيها في الفريكو تزيدي ما تحمريش اكثر من هكايا. صافي دينا شحال كديري لوكو باش كيجي محلول. السمن ديالي ها هو هذا اللي مربع كما كتشوفوا، ضربت عصفورين بحجره. صافي غادي نخليه هنايا غادي يبرد مزيان وديك الساعه نفرقوه ونديروه في المجمد. درت المسمن ديالي وهنا اللي بقى درتو هنايا غادي نخليه في المجمد، ما غاديش نسقي هادشي كامل بزاف عليا غير غيجلس المسمن يضيع. هذا تنزيد عليه مره اخرى نديرو في المجمد في شي بلاستيكه نقيه، دوك البلاستيك كنرو ليهم بحال هكا وكنقطع بالمقص بحال اللي كتقطعي شي ورقه ولا شي حاجه تيجي على هذا الشكل هكايا. شتو سباكيتي. دابا درت الماء تيسخن ولات سخن، الماء راه سخن ودرت الكسكاس فيها وغادي صافي وكنديرو هنا باش كيرجع عليه الصهد ديال الصهد كيسخن كيسخن ما كيجي زوين تيولي رطب. غنغطي باش يرجع عليه الصهد ديالو. ديجا كندير اتاي هنايا، الما طابت ليا الرفيسة ديالي وسكيتها. صافي زينتها تزيين عشوائي بحال قلت بلا ما نخليها بلا تزيين، سلقت غير البيضات وواحد جوج بيضات ودرت شوية التمر عمرتو بشوية اللوز. صافي واحد هادشي اللي كاين. قصيعة جدات ودرت براد تجي زوينة بسيطة دغيا كتوجد، ما درتاش بالدجاج. وصلت نهاية الفيديو، كنكون يا ربي نكون خفيفه ظريفه عندكم في ديوركم يا ربي. واللي ما مابونيش عندي تابونا عندي فضلا وليس امرا، ديروا لي جيم باش نعرف الفيديو عجبكم من باب التشجيع فقط. شكرا لكم جزيل الشكر
اللي دخلوا لقناتي واكتشفوها وداروا لي ابوني، شكرا لهم بزاف. تنشكر كاع الناس اللي انضموا لقناتي. كنتمنى العائلة تزيد تكبر وتكبر، باش ان شاء الله يكون خير ونتوانسوا بعضياتنا وندعموا بعضياتنا، علاش لا. شكرا لكم احبائي، الى اللقاء مع فيديو تاني ان شاء الله. الى اللقاء مع فيديو تاني.